النص السماعي الثالث بعنوان مدينة الفنون. في هذا الصباح توصلت برسالة من صديقتي وفاء تشكرني فيها على الأوقات الرائعة التي قضيناها معا في مدينة تطوان الجميلة. كان سروري كبيرا عندما وجدت الرسالة مرفوقة بمذكرة تطلب مني وفاء قراءتها قبل نشرها في المجلة المدرسية. قرأت في المذكرة ما يلي: كثيرا ما كانت صديقتي سعاد وهي تزور بيتنا تحدثني عن مدينة تطوان دون أن تنسى تجديد الدعوة لي لزيارتها، وكانت لا تكف عن وصف مناظرها الطبيعية وشواطئها الهادئة ومبانيها الجميلة وفنونها وحرفها المتنوعة، فكان كلامها يزيدني شوقا ورغبة لزيارتها. لما زرتها في فصل الصيف بدت المدينة الواقعة شمال المغرب لوحة فنية تتوسطها حمامة بيضاء، وأنا أتجول فيها شدتني البنايات بلونها الأبيض وهندستها المعمارية المثيرة وروعة الزليج والفسيفساء المستعمل في تزيينها، ما يؤكد أن مدينة الحمامة البيضاء أرض للموسيقى والفنون الجميلة. وجود مدرسة الفنون الجميلة بها، فهي تعلم الرسم وقواعده، ودار الصانع والفنون الوطنية التي توفر فرصة لتعلم الحرف اليدوية العريقة كالطرز المغربي وفنونه. ناهيك عن المهرجانات الفنية التي تقام فيها هنا وهناك، لقد قضيت أوقاتا جميلة في مدينة الفنون وعرفت عنها الكثير من المعلومات خلال هذه الزيارة التي يعود فضلها لصديقتي وفاء. إلى اللقاء.